اخوان السلام عليكم، كي دايرين الاخوان؟ كي دايرين الاخوات؟ كلشي مزيان. كنشكركم على الدعم ديالكم اللي بارطاجينا حتى هو، كنشكروه بزاف. وما تنساوش اخوتي ديروا لنا شي جيم وشي كومونتير زوين. كنشكركم بزاف، وكاع اللي كيشاهدنا اول مره يدير لنا اشتراك ويفعل الجرس ويدير شي كومونتير زوين ويدير لنا شي جيم. ودابا حنا اليوم كنتواجدوا في سوق الاحد، سوق سيارات الاحد المتواجد قرب جامعه محمد سيدي محمد بن عبد الله. وجينا اليوم نوريكم السيارات هنايا بالاثمنه، السيارات ونشوف لكم السيارات هنا الاثمنه ديالها شحال واصله، ونوريكم انواع السيارات. وان شاء الله بقاو معنا وحنا نوريو نزيد نوريكم ونوضحوا لكم، نقرب لكم شي سيارات ونسولوا مالهم شحال الثمن ديالهم. هذا هو السوق كما كتلاحظوا، السوق باقي لا تزيد كيعمر. انا نوليو دابا نقرب لكم المواقع مزيان. هذه لاسيا لوغان 2017 98 ألف كيلومتراج. نشوفوا السيارة اللي هي كديرة إن شاء الله، نوريكم الشكل ديالها من هكا. هي هذه السيارة، عليكم السلام. هذه شو يقول 2017 على الشكل ديالها من الخلف. نشوف قالك نص عمارة، الصباغة ديالها قالك معودين فيها غير شي روتوشات. هذا الصالون ديالها، هذا الصالون ديالها من هنا. هذو لي زونطري البيبان، سهل الباب حالة ديالو. هذا الحالة الباب الثاني. هذو لي زونطري ديالها، خلاص الصالون ديالها هو كيبان لكم من بعيد، نقربوكم ليه. هذا هو الصالون من هاد الجهة من هنا، وهذا هو الباب الحالة ديالو من هاد الجهة من هنا. نشوفو الكوفر، الكوفر هو هذا الحالة ديالو. هذا الباب قدامي، هذا الباب الوراني. بحال لي الباب كو ديال الدور. هذا هو الموتور ديالها، لا لا صافي ما ديماري بالو، اللي بغا يصنت الموتور هاد باش الموتور من داك ديال الرشافة، اللي بغا يشري راه هي هذه السيارة كيطلب فيها 90 ضربة 98 ألف كيلومتراج، الصباغة معاودة فيها شي روتوشات. اللي بغاها ها الرقم ديال السيدة، هو الرقم ديالو على الشاشة. مرحبا. هذه بارتنر 2006، موديل 2006، معاودين فيها شي روتوشات صباغة خاوية. غنزيد نوريكم السيارة كي دايرة ان شاء الله.
نوريكم الشكل ديالها والفورمه ديالها من بعيد، وعاد غنصور لكم السياره كي داير. شويه الحديد هنا مزير ما كاينش كنور، ولكن كنحاولوا اننا نشدوا لكم الجواني ديال هاد الربعه. الثمن كيطلب فيها 5 مليون ولكن الله لا يضر. كنحاول اننا نشدوا لكم الجواني ديال هاد الربعه، خاصو شويه مزير. نشوف هاد الصالون ديالها، هذه 5 البيبان، هاد الصالون ديالها من الداخل. زوك الصالون ديالها لي زونطري ديالها، ممكن الصالون ديالها الخيري. هذا الصالون ديالها من داخل، هذا البلافو ديالها، نحاول أن نقول لكم من جميع الاتجاهات. خلاص ليزونطري ديالها هنا، واخا الأصل طيب تحيل الموت على شي موتور. شوف الشكل ديالها كداير، غنشوف هنا، غنشوف الموتور ديالها إن شاء الله. شحال في هاد الخير اصل طيب؟ السولة سبعة الخير. واخا هذا الموتور ديالها، خلاص بحال هاد الشكل، بحال هكا راه كيكون قديم شوية، ما كيكونش طالع الكيلومتراج ديالها شحال دابا بالضبط، ولكن المهم هالحالة ديالها انتوما شتو الحالة ديالها كي دايرة. المهم اللي بغى هاد السيارة الرقم ديال الشاشة يتصل بيه ويجي يشوفها ويشوفها كي دايرة ويتفاهم مع الثمن. شحال بيض الخير الأصل طيب؟ السد الخير، السد الخير فيها، السد الخير. يلا خوتي السد، هادي داسيا دوكر موديل 2014 ضربة 152 ألف، الصباغة فيها شي روتوشات، فيها شي روتوشات، نص عمارة، ستة ديال الخيل، مولاها طالب فيها 10 وكيقول لك مازال فيها شوية العواط، ضربة 152 ألف، ونشوفو الشكل ديالها إن شاء الله. شوف ستة البيبان هادي، ستة البيبان. هذا الباب ديالها، هادو لي زومبرات ديال الباب. يعني كنحاول نقول لكم من الصورة ديالها، من نقرب لكم الصورة ديالها من بعيد، نشوفو الكونتور ديالها اللي هو باين. 251 ألف. ماشي تحياتي انا راه فينا، واخا يلا انا جاني. وهذا الصالون ديالها، الصالون ديالها من الغرب، الحاله البلافو ديالها من هنا،
هذا البلافو ديال 2014. هذه السد البيبان نشوفها الحالة ديالها. هذو لي زومبرات ديالها. هذا الكوفر ديالها. خلاص خلاص الصدور ديال الكوفر ديال اي هنا شي يكون الصدور ديالهم. هنا كتقلبوا لهم هاد البلايص هادو هما. هنا كيكون الصدور ديما اي سياره ما تبغيوش تقلبوا لها الكوفر ديالها كتقلبوا لها فهاد القناه الصدور ديالها. وهنا كيكون البوانتاج ديال لا ميزون. انسان ديك الساعه الطريقه انسان يجمع اللي كيقلب ولا كيفهم ومرفع على الراس معايا. هذه الزومبرات ديالهم هما كيبانو مزيانين مزال مبدلينش. الحالة ديالها من هاد الجهة هي هادي الفاس ديالها من الروادة. شو لها الصالون ديالها هذا الصالون ديالها الصالون الخلفي والباب. ها لي زومبرات ديالو ديالو ها لي زومبرات ديالو. فاصا ها البوانتاج ديال لا ميزون. هذا البوانتاج ديال لا ميزون البوستيك ديالها. بس هذا الباب هذا الحالة ديالو. هذا الحالة الباب لي زومبرات ديالو هما هادو لي زومبرات. ها كتشوف لي زومبرات ديالو. خلاص ها الصالون ديالها من داخل. دير معايا يدك حل معايا جهة الموتور. لا من هاد الجهة وانا شدها منكم من هاد الجهة من هنا من هاد الفاس. هذا هو السيارة هي هادي مولها كيطلب 10. كيقول لكم ازاي يدير فيها شويه دوات. هذه موديل 2014 فيها شي رجوج الصباغ. انا عندي نشوف الموتور ديالها ان شاء الله. هذا الموتور ديالها صافي رجع هذا حال السيارة. هاهي اللي يسخر الجميع اللي بغاها. اللي يسخر الجميع اللي يسخر الجميع. هذه واحد السيارة هذه هي إيديس 2014. العمارة فيها كاملة فيها شي رشاشة الصباغة. الكيلومتراج ضربة 130,000 فيها 6 الخيل. مولها كيطلب فيها 600. ونشوفو السيارة إن شاء الله كي دايرة. هي هذه هيونداي إيديس. هذا الشكل ديالها. لا زيد ما عنديش مشكل. الكوفر ديالها هذا الكوفر ديالها. هادو لي زومبرات ديال البيبان. هادي الحالة ديال السيارة من هاد الجهة من هنا. هادي الحالة ديال هادو لي زومبرات ديالها. هذا الباب ديالها
هذا الحالة الصالون ديالها من الداخل. خلاص لا يجي شوي كما العادة، يجيب معاه اللي كيفهم معاه ويجي يقلب معاه. الماضي حنا البول ديال الموتور نشوفو اللي عندو بالخير. حلو الكفر جديدة من شوف. هذا شكل الموتور ديالها، هذي سومبرا هادي غدا تلقى في اليوتيوب، تلقى الناس كيتسابقوا عليها الطوموبيل. هذا الشكل ديالها من هنا، وهذا الشكل ديالها مخلص معاك. غنشوف الباب ديالها من هاد الجهة، غنشوف البن ديالها من هاد الجهة، واش كي دايرة الحالة ديالهم. هذه الحالة ديال الباب من هنا. هذا الموقع اللي كيقول 2014 طلب فيها 620، هذيك طلب فيها. المهم هذه هي الحالة ديال السيارة، اللي بغاها مرحبا على راسو معايا. هذه داسيا دوكر موديل 2013 نص عمارة، فيها 6 البيبان، 6 ديال الخيل، ضربة شي 220,000 كيلومتراج. الثمن ديالها كيطلب فيها 10، ومازال فيه شوية العواض. ونشوفوا السيارة بإذن الله كي دايرة من الشكل ديالها من داخل. هذا الشكل الباب ديالها من اللور، وهذا الفاس ديالها اللي مجال من هنا. واخا نشوفوا الشكل ديالها من جهة الفولون، شوفوا الصالون ديالها. هذا الشكل الباب ديالها، الحالة ديالو، هذو لي زومبرات ديالها. شكل الصالون ديالها الشكل، الصالون ديالها الخلفي، السكة ديالو، الصباغة ديالها شنو معاود فيها؟ الصباغة شنو معاود فيها؟ ياك الصباغة ديالها الأصلية هذي؟ أصلية، ياك الصباغة ديالها الأصلية، معاودة فيها غير البارشوكات. السكة ديال الخيل ضاربة 700 درهم. هذا هو الباشوك ديال المعود، وقدام هادو لي زومبرات ديال الباب. هذا الكفر ديال هاد الحالة ديالو، كيبان كيبان لكم ها وراك كتشوفوه في الشاشة. وخلاص كما قلنا، كتبغي تقلب السيارة كتقلبها من هنا ديال بالنسبة للبلوكير، كتقلب لهنا. كاين هنا البوستيك، البوستيك ديال هادشي هما البوستيك ديالها، كتقلب لها هاد الفاس، هدا كتقلب لها الفاس لاخر. هادشي هدا البوستيك ديالها الأصلي، وهادو لي بوانتاج ديال لا ميزون. ما هادو خلاص كيما قلنا، راه 6 ديال البيبان.
على الحال لي زومبر ديالو. ما دخلتش ليا. هذا حالة الباب، حالة الباب هي هذه. لي زومبرات كما العادة، وما هذا الشكل عاوتاني ديال كرسي الصالون من الجهة من هنا. لكن نحاول نقول لكم الشاشة الصورة واضحة جميع الاتجاهات. الشاشة راه الرقم ديال الهاتف في الشاشة، رقم الموتور بغيت نشوف الموتور، رقم الشارع، رقم السيد على الشاشة. هذا الشكل ديالها من هنا، شوفوا الموتور ديالها كي داير. هذا الشكل الموتور ديالها، هذا الحالة ديالها. هذه 2013، واللي بغاها راه قال لك 10 مليون، ومازال يدير فيها هو شويه. المهم الانسان اللي باغيها يجيب مع اللي كيقلب معاه كيما العاده، ويجي لهنا ويجيب السيد معاه ويجي يتفاهم عليها. يا مسهل هذه كونغو، رونو كونغو، 2016، ديوانة 2019، فيها شي صباغة ديال الروتوش، معاود فيها قالك شي ليزيل، جابة العمارة كاملة، ساد الخيل، ضربة 172,000 كيلومتراج، كارت غريز، الثمن ديالها طالب فيها 14.5، ومازال فيها شوية لوط. ونشوف السيارة إن شاء الله. هذا الفاز ديالها من هاد الجهة، وهذا الباب ديالها من هاد الشي جا من هنا، ومن هنا هذا الفاز ديالها. غنمشيو نشوفو هذا حالة الباب ديالها من هنا كيما كيبان لكم. هاد حالة الباب، هادو لي زومبرات ديالها، لي زومبرات ديالها. هذا الصالون ديالها، هذا الكرسي ديالها، الصالون ديالها. هذه 2016، ديوانة 2019. هذا الحالة الصالون ديالها من الغور. هذا الطلافو ديالها كي داير، الحالة ديالو. هذه الحالة ديال السيارة من الكوفر ديالها. هادو لي زومبرات ديالها، لي زومبرات ديالها. هذه مولاها كاسبها كارت غريز. شوف الباب ديالها من هنا كي داير. هذه السكة ديالو من هنا، المهم
الانسان اللي يبغي راه يجي يقلب على راسو. الصالون ديالها تبارك الله كيبان مازال، اللهم بارك، مازال جديد، مازال نقي، وانسان باين انسان، واحد الشخص طيب، انسان شخص طيب زعما الصالح الله. جيت لعندو نصور، قال لي ها انت شوف، يقول لهم راه لي زيل ديالها، هو لي زيل ديالها راه مصبوغ، هاد لي زيل ديالها، قول لهم الواقع ديالها شنو فيها، ما فيها لي زيل، هو اللي قال لي لي زيل واحد اللي مصبوغ، ولكن انسان يجي يقلب لي ربما يكون شي روتوش هاد الصباغه، المهم لي زيل، قال لي لي زيل واحد اللي مصبوغ، يعني انسان باين راسو واحد الانسان صادق، ضربه 172000 في الكيلومتراج. الصالون ديالها كيما كيبان تبارك الله، كتبان تبارك الله هاد السيارة، هاد الرونو كونغو، غنشوفو الموتور ديالها كي داير، شوفو الموتور ديالها، المحلول ها جاي يفتح، شاو مفتوح، ها غير يفتح لي من هنا مفتوح، صافي غير يسير غير يفتح. هذا الموتور ديالها، الجنس اللي باغيها ها الرقم ديالو على الشاشه، راه باين واحد الانسان طيب، الانسان اللي باغي هاد شي السياره، اللهم بارك، زعما راه كتبان حتى هي مازال مقيله في الصالون ديالها، لا في كلشي ديالها، الانسان اللي بغاها يجي راه يدير معاه شي تويمن مزيان، يدير معاه تمام مزيان، كيطلب فيها 14.5، ومازال قال لك يدير مازال شويه العواط، مازال يدير فيها شويه العواط، هادي موديل 2016 ديوانه 2019، والله يسخر الجميع. هادي واحد الكونغو 2008، الصباغة معاودين فيها شي روتوش، سبعة ديال الخيل، سبعة ديال الخيل، كارت غريز مولاها، عندو كارت غريز، كيلومتراج ضربة شي 275000، تيطلب فيها سبعة، وفيها شوية ديال العواط، نشوفو السيارة إن شاء الله، نشوفوها، سام، فيها السد البيبان، ندولا من هنا، ندولا من الكوفر. نزلوا الكوفر ديالها، الزومبرات ديالها، تمام، هذا الكوفر ديالها، خلاص، هذا الباب ديالها، هذو الزومبرات ديال الباب. زيد عمرك زيد، هذا الصالون ديالها الخلفي، احنا حاولنا نقول لكم شي وخايش شويه، وخلاص اللي بغاها الرقم ديالو على الشاشه، مرحبا. والله يسخر الجميع، الصالون ديالها في الداخل، واللي بغاها واللي يمشي يسير، الرقم ديالو على الشاشة. هادي واحد رونو 19
موديل 94 ديوانه 2008 نص عماره 7 الخيل مازوت. نصور شوف السياره كي دايره. الحاله ديالها كما كتب لكم تشمع شحال الاصل طيب؟ تشمع شحال ديال اللي كطلب فيها؟ 4 و 200 قال لك عطاوه 4 و 120 قال لك 4 و 400 4 و نص البيع. حنا كنشوفوا الشكل ديالها، هذا الصالون ديالها من داخل، هذا الباب الشكل الحالة ديالو، هذا الحالة الباب، هذه الحالة الصالون ديالو ديال السيارة. هذا الموتور ديالها، هذه الحالة السيارة من هذه الجهة، خوتي راه مع الضيق والحديد موجود راه ما عندناش كي نقولك نشدوها مزيان، ولكن كنحاولوا أننا نوضحوا لكم الصورة مزيان. هذا لي زومبرات ديال هذا الباب اللي من هذه الجهة. خلاص هذه الحال ديالها من هنا، دير لها ليكرو، ها ليكرو مستر عليها بالليكرو. خلاص الصالون ديالها نديرو لي هوس يبان دقيقي، لي هوس ديالها هادو لي زومبرات ديالها، هذا الشكل الباب ديالها من هنا. المهم دير العناية شوية، حاني بها، سكسف عليها. المهم قال لك الثمن كيقول فيها 4 و 4 و 400 4 و نص، قال لك البيع البيع ديالها قال لك عطاوها 4 و 120. في الشغل ما عندناش كي نصور لكم الكوفر، ولكن المهم كارت كريز بسميتو. قال لك كارت كريز راه بسميتو ماشي وكاله، كارت كريز بالسميه ديالو، الرقم ديالو هو على الشاشه. وخلاص اللي بغى السياره يتصل به، يتصل به وراه حتى هو راه معايا غيقدم معكم الثمن، ما كاين حتى شي مشكل. تبارك الله اللهم بارك، راه عاني بها، سكسف عليها، داير لها لي كروم، معاود لها لي هوس، قاد لها مسائل، والله يجيب التيسير للجميع. هذه واحد 205 ايسونس كيطلب فيها 2600 ومازال فيها شويه دوار. نشوف السيارة إن شاء الله كي دايرة، هذا الشكل ديالها من هنا، ليسونس 5 د الخيل. نشوفو الكوفر ديالها كي داير، هذا الشكل ديالها من الكوفر. شوفوا البيبان ديالها ان شاء الله. الصالون ديالها من الوقت، هذا الحالة الباب ديالها، هذو لي زومبرات ديالها، هذا الصالون ديال هاد البلوك. هذا الشكل الباب ديالها، الحالة ديالو، هذه الحالة الباب اللي من هنا، هذو لي زومبرات ديال البيبان. هذا هو الصالون ديالها، الصالون الحالة ديالهم 205 ايسونس
جوج وستمية ومازال فيها شوية الأول. حنا كنحاولو نقربوكم من الحالة ديال السيارة من الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الباب اللي جازك بخير الاولى. هذا الموتور ديالها، موتور صغير، الموتور ديك الموتور صغير 5 د الخيل عندنا ولا انسى اللي يشري يجي قلب مع راسو يجيب لي كيفاه معاه. ضروري الحديد الشراء هذا انسى ما يجيش على راسو يجيب لي كيفاه. مرحبا، حنا كنقربوكم الصوره، ما حنا ما كنبيعولكم حتى شي حاجه، حنا كنشوفكم السيارات. انسان اللي باغي يشري كيجيب معاه لي كيفهم. بحال السياره هي هذه، ها هي هذه 205 اسونس. دابا انت راك هنا في السوق. حالة الباب من هاد الجهة، هي هادي حالة الباب، ها لي زومبرات ديالها. حنا كنحاولو نقربوكم، موديل 98 هادي تقريبا 350 درهم. اللي يجيب شي سير هذه 152 موديل 86 ديوانه 95 الصباغه ديالها دوريجين. غنشوفو الشكيل ديالها ان شاء الله، نشوفوها اللي بغاها السيد تيطلب فيها 3 مليون. ها الرقم ديالو على الشاشه. هذا الباب ديالها، هذا الصالون ديالها، المهم السيارة مازال مازال الصباغة ديالها الأصلية. وهذا الصالون ديالها من اللور، شو هذا الكوفر ديالها. هل ممكن تحرش الكوفر؟ ياك هذا الكوفر ديالها. هذا الشكل ديالها من الاتجاه من هنا. هذا الباب ديالها، هذو لي زونطر ديالها. هادي كيقول 86 ديوانه 95. وين السيدة؟ شوف هاد السيدة اللي في الكوفر. هذا الباب ديالها، لي زونطري ديالها تما كيقول فيها 3 مليون ومازال يقعد شويه. هذه الحالة ديالها، واللي بغاها يتصل على الرقم ديالو على الشاشة. الرقم ديالو على الشاشة. ومرحبا، مرحبا بالجميع.
المهم هذه 152 صباغه دوريجين ديالها كيطلب فيها 3 مليون. هذه كاضي موديل 2009 ديوانه 2013 جايبه العماره كامله، جايبه العماره ديال الضوء السويكلاس ديال العماره كامله، فيها الكليما اللور القدام الصباغه ديال الدار. الثمن كيطلب فيها 11 وحنا نشوفوا السياره ان شاء الله باذن الله كامله. جوينطاج الومنيوم جايبه العماره كامله. هي هذه موديل 2009 ديوانه 2013. غنشوفوا السياره كامله، السد البيبان السياره. نبداو معها من هنا ان شاء الله. هذه الحاله ديال الباب، لي زومبرات، الكيلومتراج ضربه 278000. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ديال الكاب هذا موريكو ثقافي نوار. هذا المزرق الصالون ديالها. احنا كنحاولوا ننقلوا لكم الصورة. هذا الصالون ديالها من اللور كيطلب فيها 11، جايب العمارة كاملة، الكليمة اللور القدام فيها تا من اللور كليمة، كلشي بالضو. هالي زومبرات. خلاص الرقم ديال صاحب السيارة هو على الشاشة اللي بغا شي حاجة. هذا الحالة الكفر ديالها من الله. هذا الصورة نفسها، هذه الصورة البلاطو ديالها. ديالك الخير ديال واحد الصديق مولها هو وحدنا. عندك راسك الولد. هذا الباب ديالها من هنا، ها لي زومبرات. هذا الصالون ديالها الجهة اللي من هنا. هذا الشكل ديال الباب اللي من الجهة من هنا، الحالة ديالو. هادو لي زومبرات. هذا الصالون من هاد الجهة. هذا الشكل ديال الموتور ديالها. مشى مع الدراري يلاه كاين 10. لا مازال عادي. المهم الانسان اللي بغى السياره الرقم ديالو على الشاشه، الرقم ديالو على الشاشه، يجي يعطي الثمن اللي مسلكو ويجيب معاه اللي كيقلب اللي كيفهم. هذه راه موديل 2009 ديوانه 2013. المهم الانسان يجي يقلب على راسو، قالك راه عاطينو شي مارك، قالك واش 10.5 ولا 10.600، هو كيطلب فيها 11. الانسان يعطي على المقدور ديالو على الاتجاه ديالو ولا يسخر الجميع. فالاخوات نشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، وما تنساوش تدعمونا باللايك، واللي كيشاهدنا اول مره يدير لنا اشتراك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلو ديما الجديد. وصلنا لنهايه الفيديو وكنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، ومع السلامة.